إجراءات كانت مهمة على مستوى خاصة الضرائب المباشرة، ضريبة على الدخل على وجه الخصوص اللي بدلنا في الجدول الضريبي ما نعملوهش كل عام، المراجعة هذه ما نعملوهش كل عام، عنها نحكي على بريسك 35 عام راجعناه مرة بركة عام 2017. بالتالي من ناحية أخرى زاد ضريبة على الدخل التصاعدية اللي هي من الآليات في النظام الجبالي هي مهمة جدا، رافعة تنجم تكون رافعة سالي بان سياسة اللي نتوخاوها في الحد من الفوارق الاجتماعية في توفير موارد ذاتية للدولة. بالتالي رهان مهم. التغيير ايضا dans une certaine mesure عنده الاهميه نتاعو والانعكاسات نتاعو. الضريبه على شركات التغيير ايضا كان تغيير سبستانسييل محوري جوهري، بدلنا فيه معناها نسب مختلفه، اعتمدنا منطق تصاعد جديد ما كانش في الضريبه على الشركات، اعتمدنا فيه ايضا اجراءات متحد ادنى، معناها ما اكتفيناش باش انه نمسوا النسب القانونيه بل ايضا نسينا النسب الفعليه في سابقه في السياسه الجبائيه التونسيه. دونك هذا لربما نعتقد انه اهم الاجراءات الجبائيه، جات ايضا بعض الاجراءات الاخرى من قبيل تخفيف اداء القيمه المضافه من نسبه 13 الى نسبه 7% فيما يخص الاستهلاك المنزلي، معناها الكهربائي نحكي هنا على الاستاك بيان اونتوندو. جاءت فيه آليات لتقويت وتعزيز الرقابة الجبئية من خلال منح صلاحيات إضافية إلى غير ذلك، لكن الأبرز أعتقد هي ما سمي أجوستو تيتر هو الإجراءات التصاعدية. هو تو دابور ماهوش ترفيه في الضريبة على الدخل، هذا ضروري نفهموه، لأنه جوستومون غالبية اللي تفاعلوا في النقاش العام هو يضيع مشروع قانون الملف، ما جاش تحطوا على ترفيه في الوقت اللي هو تخفيض ل 98% بالمطالبين بالأداء بعنوان الضريبة على الدخل. الترفيه ما يمس دون كان 2% وما يمس كان مستويات الدخل السنوية اللي تجاوز 50,000 دينار. كان نعطيه بالنات شهريا 3,170,000 شهريا نات في الشهر، منه هكا باش يشملهم ترفيه، ترفيه تدريجي بطبيعة الحال بالمنطق التصاعدي بتاع الضريبة على الدخل. كان ناخذ مثال واحد آخر، 50,000 دينار اللي هو في الشريحة كريفونو امبوزابل، معناها باش يولي يدفع 4 دنانير إضافية شهريا مقارنة بما كان جاري به العمل بالنسبة للوظائف نتاعو. كيفاش كنا نجمو جوستومون لو في ما نقفوش في شريحة عالية ل 50,000 دينار فقط سنويا؟ احنا عملنا 7 شرائح والشريحة الأخرى اللي هي من المفروض السيب لي ميناجريش اي اصحاب الدخل العالي، وقفنا كان في 50,000 دينار سنويا، اي شهريا 4 مليون وشو 100 في الخام. بالتالي اذا كان نيه لتكريس العداله الجبائيه كان المفروض انه لربما نخلق 7 شرائح اضافيه انطلاقا من الشريحه نتاع 50,000 دينار، ونقسم مثلا نجم ناخذ 500,000 دينار، نجم ناخذ 1 مليون دينار. معناها اذا كان لي سالير دو بي دي جي دو بنك في القطاع الخاص المعدل على الاقل على مستوى 1 مليون دينار 1 مليون دينار، نجمش نقف نسبة معناها في شريحة على مستوى 50,000 دينار فقط، ولو رفعنا من 5 إلى 40 من 35 إلى 40% في النسبة اللي تنطبق على الشريحة العليا، اعتقد انه غير كافي لشنو لهنا باش نضمن مساهمه عادله لاصحاب الدخل العالي. يعني بالمقترح الحالي سي لا كلاس موين سوبيريور اللي باش تتحمل اساس الجهد الجبائي ان توكا بعنوان التعديل اللي صار في حد ذاته. وي اون بو ميتر ا كونتريبيسيون ا سيت كلاس موين سوبيريور، لكن حسب تقديري كان من الاجدر اوسي ان نمشيو لاصحاب الدخل العالي باش ما نطبقوش ايضا نسبه 45% فقط. ثلاثة عوامل اساسيه حسب تقديري على سبيل الذكر، الاهم
زوز العوامل الأولى، العوامل الأولى شهدناها بقوة في ما يسمى الانتقال الديمقراطي من 2011 إلى 2021، اللي هي على مستوى داخلي نوع من الزواج بين عالم المال وعالم السياسة. لهنا البوصلة متاع لي ديسيدور بوبليك أو النخبة السياسية الحاكمة، ما نحطش الناس كل فرد ساك، نتحدث لهنا على العباد اللي حكمت وخرجت قوانين المالية والسياسة العمومية. البوصلة متاعهم كان أكثر خدمة مصالح العباد النافذة في الاقتصاد الوطني، مصالح الأوليغارشي الاقتصادية في تونس، في تشبيك هيكلي مش نتعرفه اليوم الطريقة اللي تشكل بها، لكن من الواضح جدا أن القوانين المالية ولات مالوريزمون كل عام ننتظر فيها لمزور اللي يمشي عكس العدالة الجبائية، أي التخفيضات في الضرائب والامتيازات الجبائية الممنوحة للطبقة الأثرياء والشركات الكبرى والفيرم المالتي ناسيونال، في تمشي دونك معاكس تماما للعدالة الجبائية. هذا العنصر الأولاني. العنصر الثاني هو علاقة تونس بالمؤسسات المالية العالمية، وهذا يدخل في إطار جيوسياسي أوسع تحالف تونس التقليدية. maintenant je fais le lien مع العالم العام الثالث الأساسي لأي مدى خدمنا كنخب سياسية، كنخب مجتمع مدني، كنقابات، كمواطنين، كناس الكل، إلى أي مدى أسسنا لبدء وخدمنا على بدء الحقيقية. أعتقد dans une bonne mesure، أنا أعتقد فما بدء القادرة اليوم للتطبيق. إلى أي مدى الإدارة كفلسفة اللي ترعرعت فيها كإطار فكري هي تخمم به، داير ديما استحضر مقال لنوات يعني في صدر في 2015 اللي تعرض للمسألة هذه، إلى أي مدى الجامعة التونسية أفرغت من كل مقاربات نقدية في مجال الاقتصاد السياسي وأصبح تعاطي على المستوى العلمي الأكاديمي، تعاطي تكنوقراطي بحث تقني. ألورك مرة أخرى العدالة الجبائية هي أحد الرفعات الأساسية باش نجمو نعملو استثمار عمومي لا بأس به، يخرجنا من المقاربة التقشفية اللي نحنا نحاولو ناخذ منها مسافة اللي مازالت تحكم جوهر أو التوجهات الجوهرية في المالية العمومية، ونوجهوها مثلا للقطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي. هي مرحلة من الحلول، ما ينجمش يكون الحل الوحيد، ما ينجمش يكون الحل السحري، هي حل من الحلول. ساعة تدبر ش معناها ضريبة على الثروة الكبرى، ضريبة على الثروة العقارية كما عنا في أصبحنا في تونس من 2023، هو أنه نعتبره كمجتمع، خاطر مشرع المفروض يترجم تطلعات الشعب والمجتمع، نعتبره نحن أنه إذا كان مستوى ثروات يخلط مستوى معين نعتبره نحن، هذا مش ماهيش جانب اقتصادي فقط في المقاربة، تحديد مجتمعي أيضا، نحن كشعب نجم نتفق أنه فوق شيء معين ندخل في خانة الثروات الكبرى، وانطلاقا من ذلك أصحاب الثروات الكبرى نولي ونطلب منهم مساهمة بعنوان تمتعهم بالثروة الكبرى هذيك. نحن في سابقة أحدثناها في تونس، ما عمرنا ما اشتغلنا بالآلية هذية، وطريق معناها المشرع في القانون المالي هذاك اعتبر انه الثروه تعتبر ثروه عقاريه انطلاقا من 3 مليون دينار كقيمه تجاريه للاملاك العقاريه، واذا كان فوتوا الاملاكنا تفوت 3 مليون دينار نوليو نطبقوا نسبه 0.5% على قيمة الثروات نتاعنا. في تونس ما كان من المفروض أن القاعدة تشمل أيضا الثروة المالية، ثم على مستوى النسبة المستوى الثالث كان نجم يكون أيضا فيه جدول ضريبي تصاعدي على شكل الجزائرية أو الفرنسية. الجزائر فيه الجدول الضريبي فيه 4 شرائح أو 5 شرائح، نفس الشيء حسب تقريب في فرنسا، معناها نحن نسبة 0.5% دونك ضريبة نسبية تنطبق مهما كان مستوى الثروات، تنطبق عند الجزائر ولا عند فرنسا في الشريحة الدنيا.